السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا استاذ احمد، وجزا الله خير الشيخ عصام. انا عندي بس وإياكم يا رجاء فندم. وسؤالين. اتفضل يا فندم. الرجاء ان حضرتك بس الافلام الوثائقيه او الاغاني او الاناشيد اللي بتتكلم عن الثوره والمعتقلين، الارقام المعتقلين فيها ارقام قديمه جدا. صور الزنازين اللي حضراتكم بتعرضوها دي صور، يعني معلش، غرف 5 نجوم بالنسبه للناس عايشه فيه. احنا عايزين نقدم الناس يعني واقع للناس بالرغم من اللي اللي احنا بنعرضه ده ودي 5 نجوم بالنسبه لا لا، جزاكم يا استاذي حضرتك فهمتني غلط، جزاكم الله خيرا. لكن شكل الزنازين لا اللي لا والله ده انا مش بتعرضوها دي قصدي، لا حاجه تاني. انا بقصدي بقول لك يعني رغم المر والمرار اللي بنعرضه ده والزنازين كمان ابدا أسوأ والله، حالا ابدا يعني. والله، ولا واحد على 1000 ولا واحد على مليون. ايوه الزنازين غير كده خالص ربنا، والعدد طبعا ما كانش كده كله بروم ولا اي حاجه، نلاقي ان العدد 20 و40، لا ده العدد اكتر بس من كده دايما اكتر بيكون في مننا يعني. ابديت، في ابديت عندنا دايما في البرامج وتجديد، بالذات في برنامج للاسف القضيه اللي للاسف بيقدمه زميلنا حسام الشرباجي والبلاغات اللي بتيجي هو بيبقى في ماشي. تجديد لكل حاجه، البرومو بس ممكن تلاقيه عشان بينوه عن قضيه او عنوان، لكن لو عايز تتابع الارقام الجديده والمعدد انا المعتقلين فاهم والله بنحاول حضرتك، نجيبه من انا المنظمات متابع والله، الحقوقيه والناس دي كلها. اتفضل يا فندم. اتفرج بقى كربان. انا بتكلم بس اللي بيتفرج عن اللي بيسمع المنشوده ولا الاغنيه، الرقم قدامه 20,000 والكلام ده كده، في الرقم بيستصغره. ايوه السؤالين، السؤال اتفضل. الاولاني لحضرتك، هل يجوز ليا ان انا مثلا استلف من حد او اخد من حد قرض حسن لمده سنه وارده له، بس القرض ده انا هاخده واشغله في يعني في شغل، فهيرد هيضر عليا انا بربحي. طيب بص، انت دلوقتي بتروح تطلب من واحد قرض حسن وتقول له تمام انا هسدد القرض ده مثلا على سنه وهدفع كل شهر تمام كذا، ما بتدفعش اي حاجه لا غير القرض حضرتك، لا الحسن اللي انت أرد، واخده، صح؟ انا هرد له المبلغ كله بعد سنه، بس انا هاخد المبلغ ده جميل اشغله في جميل، شغلانه ثانيه. بغض النظر عن انك هتدوله على كل شهر او تدوله على سنه، انت اتفقت تمام معاه على كده وهو وافق وادالك القرض ده، صح؟ تمام تمام انت ليه بقى انا استفدت بقى، هو ما استفادش حاجه. مش مهم يستفيد، هو ادالك قرض حسن هياخده منك زي ما تمام اداهولك في المده اللي انتوا اتفقتوا تمام عليها. خلينا نسال السؤال كده، ده يصح ولا لا تمام يصح، تمام او تمام جائز او غير جائز؟ تمام انت بقى هتاخد تمام القرض الحسن السؤال ده، ما انت الثاني لما بتاخده انت بتتملكه خلاص، هتعمل ايه بيه بقى؟ تمام ده شيء يخصك انت ما يخصش اللي اداهولك. تمام 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 يا استاذ طيب يبقى ده سؤالنا السؤال الاول. الثاني السؤال الاول، هل تمام يا يجوز استاذ ان انا اقترض قرض حسن وارده بعد سنه رغم ان انا هتاجر بهذا المبلغ وهكسب منه؟ تمام طيب تمام السؤال الثاني، في يوم الجمعه كده لما الخطيب بيقول مثلا يعني ندعو كده في اللي هي الجلسه ما بين الخطبتين، اللي هو ادعوا الله في ناس وانتم بترفع موقنون ايديها. بالاجابه، الجمله الشهيره دي. ايوه في ناس بتستنكر على ناس انها بترفع ايديها في الدعاء، تمام. حتى لما يجي الامام في اخر الصلاه ويدعي، وبرضه الناس بتستنكر على ناس انها بترفع ايديها في الدعاء. طيب فايه هي الحالات اللي احنا بنرفع فيها اليدين في الدعاء؟ وجزاكم الله خيرا. حاضر يا فندم واياكم، بشكرك شكرا جزيلا. هو دلوقتي هيروح ياخد قرض حسن من شخص، اتفقوا الاتفاق وخلصوه، هل الشخص له انه يتم التوضيح، الشخص اللي انا اقترضت منه ان انا هعمل بيه كذا او مش هعمل ليس بيه من كذا شأنه. ايوه حتى لو هكسب من الفلوس دي؟ صاحب القرض له قرضه، بترد كما اعطاه لك وكما تم الاتفاق في الموعد المتفق عليه. تمام خلاص. طيب والله اذا انا كسبت خدت 1000 كسبوا 10، الله يبارك لك. تمام. هو انت لو كنت خسرت كنا هنقول لك رجعه له بالخساره؟ لا طبعا، كسبت تراجع المكسب، مفيش الكلام ده. قرض غير المرابحه او غير الاستثمار. تمام. طيب دلوقتي بيقول يوم الجمعه الامام بيقول ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، في ناس ترفع ايديها في ناس تنكر عليها رفع ايديها. الدعاء رفع اليدين في الدعاء مختلف فيه، نعم، بين من يجيز ومن يمنع، واميل الى الاجازه، لان ورد النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مواضع حتى كان يرى بياض ابطه. صحيح، كان يرفع يديه. اللي رفع ايديه اللي ما يرفعش اللي يدعي، كلها في سنن ومستحبات الدعاء، لا ما يبطل به الدعاء ولا ما لا يقبل به الدعاء الا به. ايوه، الناس لازم تستوعب دي قضيه ايه؟ الامر فيه ساعه يعني. ساعه، فما ندقهاش ونبدع ونعمل عليه، ده دعاء. تمام. يعني دعاء مش بنقل من قيمته، لا، يعني اقصد ده في شكل الدعاء. ايوه. مش في اصل الدعاء، كان ما دعاش غير الله، ما دعاش دعاء منكر، ما دعاش دعاء في اعتداء في الدعاء.
لأني منهي عن الاعتداء في الدعاء، إنما دعا دعاء مسنونا. معلش يا شيخ، خلينا نطبق لك ده على ارض الواقع. بنيجي مثلا نتكلم بصراحه، يعني نبقى قاعدين في المسجد وتلاقي الاخ اللي هو مثلا بلحيه وبيدعي ان هو مثلا طالب علم او كده وبتاع، قاعد وعوام الناس قاعدين، غالبا عوام الناس بتقوم جايه رافعه ايديها في الدعاء غالبا، وده يتعمد الشاب ده مثلا ان هو ايه يجلس كده وبتاع ويبدا يبص الناس انتوا يعني رافعين ايديكم ليه، يعني ده بدعه مثلا، ويبدا يبدع على الناس وينكر عليهم الامر ده. الشرط ده يحصل من اخ ملتحي، ممكن يحصل من اخ غير ملتحي، ممكن. يعني هي القصه مش قصه اللحيه، انا بحاول اوصف الشخص بشكله باللي احنا يعني بنشوفه في الموقف اللي زي ده، عشان مش غير لحيه فزعلان من اللي بلحيه يعني. لا والله ابدا، انا احبهم يعني، انا والدي بلحيه واخواتي بلحيه يعني. قصه اللحيه وعدم اللحيه، هي القصه الجهل وعدم الجهل. نعم. العلم وعدم العلم. اللي عنده علم واطلاع يعذر الناس لانه يرى ان هذا الراي قال به ثقات من أهل العلم. نعم. فيه دليل صحيح من الشرع، خلاص فرفع زي ما رفعش، زي في الصلاة والله واحد حط إيده كده حطها كده حطها كده، ما بدقش مع حد. ما هو السائل بيسأل بقى على اللي بينكروا على الناس ده، هو دي المشكلة بقى يا شيخ. أزمة هو براحته فعلا، خد برأي أهل العلم وخلاص، تمام، ربنا يبارك له. القاعدة في الإنكار لا إنكار في المسائل الاجتهادية. تمام. إذا أردت أن تنكر لابد أن تنكر على أمر مجمع عليه. ايوه بس. تمام. اللي مش مجمع عليه ده مش من حقك تنكر، لان الراي كل ما تقدر تقوله ترشد صاحب الراي الاخر الى رايك والى دليله. نعم. ترشد يعني تنصح، بيقول لك والله بتعمل ايه ده في حديث اصح كذا، فيقول لك جزاك الله خير انا مقتنع باللي عندي، خلاص. تمام، جزاكم الله خير يا شيخنا.